السلام عليكم، معكم عبد الاله اش طالب كفاعل جمعوي في المنطقه وتابع النشاطيه ديال اقليم ديونه. حنا هاد الساعه كنتواجدوا في واحد الدوار اللي هو سميتو دوار البقاقشه، تابع الاقليم ديال النشاطيه ديال اقليم ديونه. الاشكال اللي كاين في هاد الدوار هذا هو الناس، المعاناه ديال الناس اللي ناتجه على عدم وجود واد الحار في هاد البلاصه هذه، اللي دال هاد واحد العدد ديال المستنقعات كما كتشوفوا نتوما، واللي كضرب الاطفال والناس الشيوخ. مازال حنا نقولوا حنا راه حنا مجال شباب، واخا حنا غاديين، ولكن راه كاينين الدراري الصغار اللي كياكلوا العصا والشياب. علاش؟ حيت هذاك المستنقعات اللي كاينين هنا كيديروا لهم جميع انواع التلوث، يعني فين ما كاينه شي حشره ضاره او شي حشره سامه راه كتأذي هاد الناس. يعني هاد الناس هادو هنا الا جينا نلخصهم في واحد الكلمه مفيده، هاد الناس مهمشين، يعني ما عايشينش ذاك العيش الكريم بحال ايها الناس او لا. يعني هاد الناس هادو الا بغينا نصنفوهم ونعطيهم حقهم، الا بغينا نعطيهم حقهم غادي نرجعوا لهم النهار سكنوا هنا، يعني غادي نبداو لهم حياه جديده. اما الحياه اللي عاشوها من قبل راه ماشي حياه، وليومنا هذا يعني ماشي دابا الوضعيه ديالهم راه تحس الناس، بالعكس الوضع عاد ما زاد اكفس فاكفس. مؤخرا في هاد الخمس سنين اللي فاتت كان قبل منها كانت الناس كانوا كيسقيو، كان عندهم يعني بصراحه العباره بحال كنقولوا حنا بير، يعني بير كيسقيو منه الناس. الوقت اللي دخل عندهم الماء هنايا ولا عندهم مشكل ديال واد الحار، هاد واد الحار اللي غنهضروا عليه حنايا انهم هاد الناس كيخلصوه، ماشي هاد الناس هادو ما كيخلصوش واد الحار، الناس عندهم كيخلصوا واد الحار وشوف المشكل اللي كاين فيه. يعني دابا الناس عندهم جوج كيخلصوا واد الحار على جوج المرات، يعني واد الحار اللي كيخلصوا لصحاب، وواد الحار اللي كيخلصوا للسيد اللي كيخوى لهم المراحيض ديالهم هذوك الحفاري. حيت دابا كل دار دايره واحد الحفره اللي كيخوى فيها هذوك النفايات ديالهم، شرف الله وقدركم. زائد كاينين الناس اللي ما في استطاعتهمش انهم يديروا هذيك الحفره، اشنو دايرين؟ دايرين مسرب مجرى من الحفره من الدار ديالهم، دايرينها كتخوي لهم في الضايه هذه. يعني هاد الضايه هذه اللي كتشوفها انتوما راه ما فيهاش الماء، فيها واد الحار، وهاد واد الحار اللي كيصب في المياه الجوفيه اللي تابعه للمنطقه ديال المجاطيه اقليم ديونه، تابطوهم بالبير. وهاد البير هذا يعني هاد البير كنا هو اللي كانوا كياخذوا منه الناس الماء، لغاو هذاك الماء اللي كانوا كياخذوا من البير وطلقوا ليه واد الحار. يعني هاد الواد الحار هذا اللي كندوي عليه حنايا ابار على اننا حنايا مضرورين به كساكنه في دوار البقاقشه تابع لمجاطيه اقليم ديونه، راه الناس اللي كيحيطوا بهاد الدواوير هادو راه هما بنفسهم مضرورين. علاش؟ حيت هذاك البير ديالهم وهذاك، وحنا البير الحمد لله معروفه، عندنا المنابع ديال البير، يعني كل بير كيصب في بير، وحنا هاد واد الحار كيصب في البير المجاوره. يعني هاد الناس هادو حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، الله ياخذ فيهم الحق. علاش كيضرونا حنا وكيضروا الناس اخرين؟ حنا هنا في هذا القطاع هذا ما عندناش الراجل المناسب في المكان المناسب. يعني هذه الهضره ماشي ديالي انايا كفاعل جمعوي او لك كأنا كواحد اللي كضربوا الغيره على اولاد المنطقه ديالو، يعني لا من الجانب البيئي لا من الجانب المعيشي لا من الجانب السكني، ولكن شويه ديال التفاته. يعني راه ما تخليوش اي كاس الا فات القياس ديالو راه كيفيض، وكذلك الساكنه ديال هنايا. يعني بحال شي واحد اللي شاد جمره في ايده راه هي اللي واقعه لهاد الناس هنا. هاد الناس هادو كلهم شادين الجمره في الايد ديالهم، وتا واحد المشكله ان الناس ما كتقدرش تهضر. يعني حنا هاد اللي الا جينا نعاودوا المشاكل ديال هاد الناس هادو راه شي حاجه كثيره، يعني ماشي يعني خصها حلقه طويله وخصها برنامج يكون طويل، يعني ماشي مؤقت في واحد ثلث ساعه ولا ربع ساعه. يعني الا جيت تقدر نصادفكم في المحل ديالي ونريحوا معايا ونعاود لكم المعطيات اللي كاينه في المجاطيه كامله. السبيطار الحمد لله بمعالي كبيره، يعني في لا من ناحيه البنيه ديالو لا حمايه الماتيريال. انا الحمد لله دخلت ليه ودرت فيه دوره تفقديه، يعني شفت هو كالسبيطار كيدير، شفت الاطر اللي كاين فيه والممرضين والاطباء اللي كاينين فيه الحمد لله. ولكن هذاك السبيطار فين جا؟ الا خرجتي من السبيطار انت جاي باش الدواء، ولكن الا خرجتي من هذاك السبيطار شنو غتلقى قدامك؟ غتلقى قدامك المطرح العمومي ديال الازبال. يعني انت يا خرجتي من السبيطار خديتي واحد الكينه ولا واحد الفاكسان باش تصح، كتخرج كتلقى قدامك المطرح ديال الازبال، وهذاك المطرح ديال الازبال اشنو قدامه؟ قدامه ضايا، يعني عم فيها دوار بقاقشه والحليبيه والمومنات، يعني اي واحد يجي تما يعم في هذيك الضايا بحال البحر. حنايا كضربتنا الغيره على هاد الناس، حنايا بغينا هاد الناس يكونوا حتى هما هذاك الحق المهضوم ما يبقاش عندهم، يكونوا حتى هما كايها الناس عايشين عيشه زوينه. واش كاين ما اكثر من مسجد الله في هذه المنطقه هذه؟ هو راه واحد الحاجه اللي مقدسه هو بيت الله، بيت الله دخل ليه هذا الخنز اللي كنهضروا عليه حنايا، وهاد الواد الحار وهاد الميكروب وهاد التلوث اللي كنهضروا عليه حنا، راه دخل المسجد. يعني الانسان بيت الله مكان مقدس مكان نقي، راه دخل ليه واد الحار. حنا كندويو على الزباله، كندويو على الضايات اللي في الزرب.
يعني هذاك المشكل كيضر الناس كاملين ما كيضرنيش انا، يعني كيضر الناس ديال اللي كيطلعوا لحيمور رشيد، اللي كيطلعوا لسيدي عثمان، الناس اللي كيمشيو لبرشيد، الناس اللي كيمشيو للدروه، هاد الناس كلهم كيتضروا من هذاك المطرح، كلهم كيتضروا من هذيك الاسبال. يعني حنايا ما كندويوش من فراغ، ما لقينا ماشي ما عندنا ما يدار، حنا راه عندنا ما يدار، ولكن راه كندويو بحرقه على كغيره على المنطقه. كغيره على المنطقه، بغينا المنطقه ديالنا حتى حنا تنمى، هاد الدراري الشباب هادو اللي كتشوف فيهم دابا وهادو الرعايه ديال سيدنا، بغيناهم حتى هما يكونوا ينشؤوا في واحد البيئه زوينه، علاش لا ما تكونش عندهم ملاعب ديال القرب؟ علاش لا ما تكونش عندهم واحد الدار ديال الشباب اللي ينشؤوا فيها التلاميذ؟ علاش هذا الشيء ما يمكنش؟ علاش هاد الدراري هادو ماشي مهمشين؟ علاش هادو ماشي من حقهم العيش الكريم؟ حنايا نقولوا كبرنا وداز علينا التران وفتنا، ولكن راه كاينه اجيال صاعده ودار الشباب هي اللي كتحارب الهدر المدرسي. دابا حنا من هنا لقدام غادي يولي عندنا الهدر المدرسي اكثر ما هو حاليا. دابا حنا كاين عندنا الهدر المدرسي ولكن راه ممكن من بعد غيولي اكثر. علاش الدري الصغير ملي غينشا ما غيلقى واحد المحيط سليم ما عندوش؟ اشنو غادي يدير؟ غادي يتوجه للانحراف. يعني الى الدري توجه للانحراف راه غادي يغادر المدرسه، ما غاديش يبقى يمشي ليها. والدري ملي كيخرج من الدراسه اشنو كتنتظر منه مستقبلا؟ غتنتظر منه على الكوارث، يعني ما غيكونش طيف الناشئ. ونتمنوا من الله هذا النداء ديالنا اللي درناه باستمرار، ماشي على اليوم او لا البارح او لا او لا، الهضره ديالنا راه من قديمه. نتمنوا من الله ان تجي شي جهه مسؤوله، تكون شي ناس اكفاء اللي تسنطوا الهضره ديالنا.